البنات صباح لاباس عليكم، نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يوم فيديو جديد، رجعت لكم في الفيديو اللي كيعجبكم بزاف، هي لي فيديو نتاع شيئين. صراحه كتحمقوا على لي فيديو نتاع شيئين. اليوم فيديو جديد فيه مشتريات الاطفال، فيه مشتريات لي غوب، وهادشي كامل ماشي ليا، حتى حاجه ما كاينه هنايا ما ليا. هادو خديتهم من شيئين هدايا المغرب ان شاء الله يا ربي. راكم عارفين ضروري كتبغي انك تاخدي حاجه حاجه لواحد هكا تفرحي كل واحد فيهم. هاد الخطره ماشي الاختيار ديالي، الاختيار ديال العائله ديالي، هما اللي اختاروا، كل واحد اختار شي حاجه من غير الوليدات، انا اللي اختارت ليهم. اما خواتاتي ونسخوتي هما اختاروا بوحدتهم، قلت لهم اختاروا شي حاجه وصيفطوا لي لوليا وانا نكومونديها لكم كادو ليكم، حيت كل خطره كان هكا كندي معايا شي حاجه من كنمشي، شي خطره ما كتجيهم، شي خطره كتجي قصيره، شي خطره طويله، شي خطره. قلت لهم هاد الخطره نتوما تحملوا مسؤوليه اختياركم صافي، باش هكا نخرج من باب الواسع كما يقولوا. في التالي قالوا لي لكم غير اختاري ديالنا انتيا وهنيتي. المهم اليوم غنشارك معكم الكسيوات اللي خداو، غنشارك معكم الكسيوات اللي خديت للوليدات. المهم اول حاجه غنشارككم هما الكسيوات اللي خديت انايا لوليدات خوتي وخواتاتي. مهم ماشي كاملين، هاد الخطره خديت شويه، ولا كوموند جاي ان شاء الله عاوتاني ناخذ البقيه ان شاء الله يا ربي. مهم انا نشارك معكم خديت غير الوليدات، اول كسيوه هي هذه. مهم غتلقاو كاع الروابط نتا هادشي اللي غادي تشوفوا دابا غتلقاو في صندوق الوصف، وغادي تلقاو كذلك كود برومو اللي غادي ينقص لكم 15% الى عجبتكم اي حاجه. صراحه الصيف هذا الوليدات لوليداتكم وداكشي عندهم حويجات واعرين تاع البنيته تاع داكشي غزال، تقدروا الكود تستعملوه واخا تشريو اللي بغيتو نتوما، يعني ماشي ضروري تشريو هادشي وتستعملوا الكود ديالي، تقدروا تشريو اللي بغيتو وتستعملوا الكود ديالي. عندهم كسيوات واعرين الهدايا ويدو المغرب وداكشي، عندهم داكشي زوين بزاف. المهم اول حاجه خديتها هي هاد القميجه اللي فيها البابيون هنايا، نتوما كتجي بحال هكايا، قميجه عاديه التوب ديالها زوين بيضاء، وكيجي معها شورت في البال بحال هكا على ما اظن. هذا هذا الظهر، لا هذا القدامي، فيه ثلاثه نتاع البطونات، حيت كتجي معاه السميطه ديالو. مهم هذيك قميجه وسروال مع السميطه ديالها كتجي سالوبيت، فهمتوا؟ غادي تجي كتجي زوينه في اللبسه، ملي شفت هذاك الموديل اللي لابسها جات زوينه حلوه. المهم انتوما المهم كاملين تقريبا خديت لهم نفس الستيل بحال هكايا، باش يجيو هكايا موحدين. هي غادي يجيو زوينين. ثاني وحده هي هذه، المهم هي قميجه بحال هكا زوينه في الابيض، وفيها البلو مارين هكايا، وفيها حتى هي البابيون بحال هكا، والشواريت ديالها هكايا، وفيه فوالا السميطات بحال هكا فوالا. زوينين صراحه واعرين، عجبوني لا كاليتي واعره، ما عندي ما نقول، ما عرفتوش الضو بزاف نقص، يمكن دابا الضو حتى بزاف هكا على ما اظن مزيان ياك، وكتشوفوني مزيان بحال هكا. المهم قلت لكم هاد لاكاليتي نتاع هاد الشورطات والقميجات ديالهم وداكشي غزاله زوينين بالنسبه للوليدات. وثالث واحد خديته هو هذا، المهم تقريبا خديت لهم كاملين نفس الريتم، فهمتوا؟ البلو مارين الباج هكايا وقوامج بويض، باش هكايا يقدروا يلبسوهم خطره وحده غادي يجيو زوينين. خديت هادي في هاد اللعيبه تاعي على الجناب، زوين هذه القميجه ديالها، التوب ديالها زوين واقف زوين، او الشورت ديالها، وعندو السميطه ديالو. هذا ما فيهش سالوبيت، هذا عندو السميطه رابع وحده خديتها هي هذه قميجه هكايا في الكري، وعندها البطونات في الماغون. او شورت هكايا في الماغون زوينين صراحه، فنيين، عندهم حويجات واعرين والله. الوليدات صغار عندهم داكشي كيحمق. دروك غادي ندي لكم حويجات نتاع الكبار اللي خديت. الو اول وحده خديت هادي، أو
المهم هادو غادي نحاول انني الا قدرت نلبسهم غادي نلبسهم لكم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. المهم خديت هادي على على ود واحد المناسبه خديتها لاختي. المهم هكا يا غوب طويله شو وكيجي معها الحزام ديالها غنلبسها لكم تفاصون في التالين تاع الفيديو غادي تشوفوا هادشي ملبوس يبان لي رجعت عاوتاني ما وكاع هادشي نايد المهم نحاول نلبس لكم الحاجه اللي جاتني غادي نلبسها لكم ان شاء الله تشوفوها. ثاني حاجه هي هاد لاغوب في الماغو غير هي جاني ثوبها شويه بها الباهت هانتوما غوب طويله تاع الرجلين واليدين ديالها مشدودين بحال هكا كتجي بحال هكا وكيجي عندها الحزام ديالها. هذه ثاني غوب تالت غوب هي هذه بحال هكا طويلة زويونة هاي جيسبيغ ما تجيهاش كبيرة صافي في العرض كتبان عريضة ما عرفت المهم الشكل ديالها زوين غير خايفة غير من العرض أوب. رابع حاجة هي هاد لاغوب لي جيسبيغ تجي حيت خديت اكس ال وجاتني بحالة مزيرة مي بون جيسبيغ جيسبيغ تجي ان شاء الله فوالا زوينه مبرده هذه فنة فوالا هادو غادي نحاول انني نلبسهم لكم المهم كاع هاد اللباسات غادي تشوفوا تشوفوني لابساهم الا قدرت انني نلبسهم الا دخلوا ممكن اللي يدخل كاين اللي ما يدخلش الا دخلوا الا تشوفوهم لابساهم سينو غادي تلقاو كاع لي الروابط في الصندوق الوسط تقدروا تدخلوا وتشوفوا الموديل كيفاش لابساها باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللباس ديالها هكايا تاخذوا فكره على اللباس ديالها كيفاش كيجي قبل الاخير هذه لاغوب الخامسه هي هذه هذه غوب سواغي بحال هكا طويله زوينه وكتجي مع الحزام ديالها اخر حاجه هي باسكيت البنت اختي باسكيت في البيض زوينه في البيض صافي هادو اللي خديت هادشي اللي خديت من شيئين بغيت نبارطاجيهم معاكم نخلي لكم كود برومو نخلي لكم لو ليان تاع هادشي اللي عجبتكم اي حاجه تقدروا تكومونديوها تقدروا بداك لو كود برومو تقدروا تكوموندو اي حاجه من شيئين من غير يعني ماشي غير هادشي تكوموندو كاع داكشي اللي بغيتو نتوما وتستعملوا كود برومو ينقص لكم 15% على لا كوموند ديالكم
بو هاد الخطره خدينا هاد الشيء المره الجايه عاد غادي ناخذ ديك هادو عاودين حنا الاخرين للعائله. قولوا لي نتوما واش مشيتوا المغرب ولا باقي، واش غتعيدوا في المغرب ولا تعيدوا هنايا، شريتوا ديك كادو شنو شريتوا، عطونا افكار، حطوا في لي كومونتير شنو مثلا لي كادو اللي كتاخذوا معاكم، واش كتاخذوا لي كادو ولا ما كتاخذوش. المهم شوفوا ماشي اوبليجي ناخذوا دي كادو كبار ولا داكشي، الواحد غير تفكيره كيف ما نقولوا شي حاجه بسيطه هكايا، هادي تاخذي لها لباس، هذا صنداله، هادي فرانه، هادي ريحه، هادي كذا، هادي كذا وكذا، صافي غير التفكير راكي كنفكر فيك وصافي. جبت لك واحد لو بوتي كادو، واحد سي لو جيست كي كونت كيما كنقولوا. بون نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، يعجبكم ان شاء الله لايك ديالكم، الحب ديالكم، نقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي، نتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله. خليكم مع لوكبوك نشوفوا هادشي واش غادي يدخل ولا ما غاديش يدخل، مازال ما جربتوش. المهم اللي دخلت راه غنصورها، ما دخلاتش ما شفتكم ما شفتوني. اول وحده البنات هي هادي اللي صراحه عجبتني بزاف، هادي انا اختاريتها لاختي ما عرفتش تعجبها ولا لا، ما عرفتش تبقى ما تجيهاش قصيره حيت عييت كنستناها انها تجاوبني ما جاوبتنيش، وانا نختار ليها هادي مي فرانشومون لو كان كاين فيها دوبل اكس ال مره جايه ناخذها، حيت تعرفوا توبها شحال زين خفيفه تحتو فيكم راكم واش لابسين، مي مانيفيك مانيفيك البنات، واعره تعرفوا اللبسه ديالها والستيل ديالها شي حاجه طوب صراحه والله العظيم، يبان لي غادي نسرقها لها وناخذ لها شي حاجه اخرى وحده اخرى. زوينه هادي هادي الطوب واعره، خذوها البنات خذوها خذوها خذوها، هادي الاكس ال اللي خديت لاختي اكس ال 44، المهم تقولوا لي الراي ديالكم كيف جاتكم، واش زوينه ولا لا. استغلوا الفرصه حيت شيئين دايره لي سولد واعرين، دايره بزاف تاع لي سولد، اصلا هي عندها لي سولد لا دور العام، مي دروك راه البيريود نتاع لي سولد اي كيكون داكشي فريمون رخاب بزاف. استغلوا الفرصه ودخلوا غادي تلقاو لي ليام، غادي تلقاو كذلك الكود برومو. هانتوما هادي هادي فاطمه اختي تقولي فصلوا على حسابي، مشات لك هادي تقولي فصلوها على حسابي، تعرفوا واحد الراحه فيها ملي كتلبسوها ما يمكنش، تعرفوا ملي شتها قلت ما نعرفت، مي ملي تلبسات ما يمكنش شحال مريحه ما يمكنش. هانتوما شوفوا المهم فستان زوين والله، من غادي تشوفوه غتقولوا لا 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 لا، ولكن من تلبسوه ما يمكنش شحال مريح، طوب طوب واعر. المهم هانتوما كيفاش جا، يجي بحال هكايا فيه لي كارو، فيه سامبل وزوين واعر. هذا جو فاليد فريمون توب والله الا توب، كيجي في اللبسه ديالو زوين مريح واعر واعر واعر. هادي ضروري خاصكم تلبسوها مع سروال حيت الفتيحه ديالها، المهم انا نحاول انا نوريكم بحال هكايا، كتجي طويله ها نتوما شفتوا، ولكن راه فيها فتيحه في الوسط واضحه، هي زوينه كلشي فيها زوين، من غير اللون ديالها، اللون ديالها بحال بات بحال تصبنات وعاودت تصبنات وعاودت تصبنات، يعني فيهاش داك الماغو اللي قلت لكم هي زوينه كلشي فيها زوين، مي اللون ديالها باهت في الموقع كيبان اللون مارون فونسي، مي في اللبسه كتجي زوينه. هانتوما شفتوا اللبسه ديالها خطيره، لبستها زوينه بزاف. بون فوالا هادي اكسيوا طوب، ولكن اللبسه ديالها زوينه. واعره زوينه في اللبسه ديالها. بقات لي وحده صراحه طايشه صغيره جاتني مزيره بزاف، ما نقدرش انا نصور بها. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، الى عجبكم هاد لي زارتيكل كاملين كيف ما قلت لكم تلقاو كلشي في صندوق الوصف، تلقاو كذلك الكود برومو استعملوه.
نقص لكم 15% على لا كوموند ديالكم. نقول لكم نبغيكم خير بخير، بنتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله. بوسه كبيره ليكم.